في زياراتنا الرمضانية المختلفة بنروح فيها لأماكن كتير فيها روح وطقوس رمضان. وبأننا بنتكلم عن طقوس رمضان ما ينفعش أبداً أبداً ننسى الطرشي والمخلل، لأن مهما اختلفت الأطباق على السفرة طبق الطرشي البلدي هو ملك الملوك على السفرة في رمضان. كل ده طرش بلدي، تمام؟ في انواع خضار يعني الجزر، البصل، الخيار، كل ده بلدي بيمر بمراحل التنظيف. الاول بنجيبه من الغيطان طبعا، وبعد كده بيروح المخزن بيتنظف، وحاجه اسمها بيتنقض، تمام؟ وبعد كده بيتقطع، وبعد كده يتخلل. كل خضار زي ما انت شايفاه، جزر او بصل او خيار او ليمون، ليه مراحل متعدده. وعندنا حامي وعندنا بارد وعندنا وسط. الاكتر طبعا على الطرش زي ما انت شايفه حضرتك في الاستاند او على البنك او الحاجات اللي وراي. يعني كل خضار ليه مرحله، يعني ممكن الفلفل يخش في سنه مثلا، الليفت في سنه مثلا، تمام؟ عشان تشوف المنتج اللي طالع ده. في حاجات تانية بقى يعني زي حاجات مميزه عندنا زي الليمون وزي الزيتون، تمام؟ زي الترم، زي الحمص. الاقبال علينا بيبتدي من اول شهر شعبان وال10 ايام اللي قبل رمضان بالظبط، تمام؟ مفيش حاجة عندنا برضو، عشان معلومة لحضراتكم أو معلومة للمشاهدين، مفيش حاجة عندنا بالكيلو. يعني في كياس مثلا زي ما حضرتك شايفة كده ب20، في ب30، في ب15، في ب10. يعني رقم واحد الترشي. الترشي بيجي بعد، في بعد كده الليمون، في بعد كده الزيتون، إنما دي أكتر حاجة اللي هو المشكل. في ناس بتطلب طلبات معينة، أنا عايز كيس مثلا ب20 من غير جزر وليفت، عايز كيس ب10، تمام؟ زود لي فيه بصل مثلا. اللي هو الترشي ده الأكتر، اللي هو الايه بياخد ايه زي ما بنقول كده ايه، ده العلامه المميزه بتاعتنا. انما في حاجات تانية زي ما انت حضرتك شايفه كده، الجوده، النظافه، تمام؟ التوابل اللي احنا بنحطها، تمام؟ حضرتك لو دقتي عندنا مثلا حاجه مميزه في ناس كتير ما تعرفهاش، عندنا الخوخ اللي هو المتخلل ده، عندنا المانجا دي بتتعمل في دول الخليج، الهنود بيعملوها، بس بنحط عليها زيت. القطعه اللي انت بتطلعيها دي الحاجتين المميزتين اللي عندنا. عندنا مش خام، تمام؟ ومش بالطحينه غير السلطات اللي ورا حضرتك دي. صحيح محلات المخللات والطرشي موجوده طول السنه، لكن دايما استعدادها قبل رمضان بيكون مختلف، وده لان الاقبال عليها بيزيد لانها جزء من الطقوس الرمضانيه هنا في مصر. المهم ان انتوا تاكلوا وانتوا مبسوطين، ورمضان كريم.